أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب المنحل عبد الحميد صافي أن رئيس المجلس اجتمع مع رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وبحثوا آخر المستجدات على الساحة السياسية. المستشار الإعلامي ذكر أن رئيس الوزراء الأردني أكد لصالح دعم حكومته لمحاربة ما اسماه الإرهاب في ليبيا، مضيفا أنه ناقش كذلك تقوية العلاقات بين البلدين في كافة المجالات حسب ما ذكر. طالب مدير مكتب المجلس الأعلى للمصالحة بمدينة درنا خالد مكراز بالرفع الكامل للحصار عن مدينة درنا. مكراز أوضح في تصريح صحفي أن المناطق المجاورة للمدينة لم تبدي موافقتها فيما يخص المصالحة مع مدينة درنا، مضيفا أن المجلس الرئاسي المقترح لم يتواصل معهم ولم يبدي موافقتهم من عدمها بخصوص المصالحة. أفاد مصدر محلي من مدينة درنا بمنع غرفة عمليات المختار التابعة لميليشيات الكرامة دخول 4 سيارات تحمل غاز طهي للمدينة. أضاف المصدر في تصريح للتناصح أن السيارات أوقفت عند المدخل الشرقي لمدينة درنا ومنعت من الدخول أثناء وصولها لمنطقة مرتوبة. أشار المصدر إلى أن ميليشيات الكرامة منعت الكثير من سيارات النقل الخاصة بالمواطنين من الدخول لدرنا حاملة معها المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات الأساسية من الدخول عبر المدخل الغربي للمدينة. قالت صحيفة The Times البريطانية أن المئات من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة ينتظمون من جديد في ليبيا بعد تقلص مساحات نفوذه في سوريا والعراق. ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته السبت عن مسؤولين أمنيين أن هناك قرابة 1000 من مقاتلي تنظيم الدولة في ليبيا، معظمهم يتجمعون جنوب مدينة سرت، مشيرة إلى أن ظهورهم يأتي نتيجة تدهور الوضع الأمني هناك. بدوره قال الناطق باسم قوات البنيان المرصوص العميد محمد الغسري للتايمز أن قوات العملية تنفذ دوريات في وادي اللوج جنوب غرب سرت لرصد أي تحركات محتملة لعناصر التنظيم، مشيرا إلى أن أعدادهم في تزايد. طالب عضو مجلس النواب المنحل أسامة شعافي رئيس الرئاسي المقترح فايز السراج بسرعة تشكيل حكومة جديدة تحت اسم حكومة الوحدة الوطنية لحين تعديل اتفاق الصخيرات حسب قوله. الشعافي في تصريح صحفي ذكر أنه ومجموعة من الأعضاء طرحوا مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية. أضاف الشعافي أنه سيقوم بتقديم المبادرة يوم الاثنين إلى مجلسه، مفادها تجميد عمل حكومة الرئاسي المقترح وتشكيل حكومة جديدة. بهذا الخبر مشاهدينا انتهى الموجز، دمتم في أمان الله.